السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناة عائلة للصحة والمتعة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة اليوم إن شاء الله وبإذن الله فأنا غادي نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي جد جد رائعة، تجي أحسن من المطاعم في الصراحة. تجربوها وتردوا عليا الخبر. هذه الوصفة هذه فهي متكونة من لانغوست كيف تشوفوا معايا هنا. فكيف أول حاجة فاحنا غادي نزولوا ليه الراس بهذا الشكل هكا، هانتوما اللحمه كامله خرجت معانا. نحطوه جانبا ونوريكم واحد الطريقه اللي هي جد سهله باش تحيدوا اللحم اللي بالداخل ديالو. غناخذوا يعني الكرش ديالو هذه تنظن، وغادي ناخذ واحد المقص وغادي نقصوا هاد الجوانب هادو، هاد الطرف هذا والطرف الاخر. فهي طريقه جد سهله. انا قصيت الطرف الاولاني، دابا غادي نقص الطرف الثاني. فدابا غادي نخرجوا اللحم بكل سهوله. ها هو، فانا خرجته كامل. هي طريقة جد سهلة. دابا غادي نقوم بالغسل ديالو. دابا غادي ندير ليها الزيت، فضروري هاد الخطوة هادي أنكم ديروا ليها الزيت ونغطيها وندخلها للفرن اللي سخنتو قبل. فأنا نغطيها بورق المطبخ، عاد غادي نغطيها بطابية ألمنيوم. دابا غادي ندوزو نحضرو الصلصة. بالنسبة للصلصة أولا الحشوة اللي غادي نستعملو مع اللحم ديال لانغوست، فهنا عندي واحد البصلة اللي هي رققتها مزيان، جوج بصيلات صغار، عندي كذلك واحد جوج فصوص ديال التومة، الزبدة، زيت الزيتون، كريمة طبخ، كذلك واحد 180 مليليتر ديال الماء الساخن، عندي الإبزار وكذلك الملح والبابريكا أولا الفلفل الأحمر الحلو. ندوزو دابا على بركة الله. فأنا درت زيت الزيتون، نضيف عليه البصل، كذلك الثوم، الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، راس ديال المعلقه. غادي نشحرها مزيان حتى تنزل ليا ونرجع لكم من بعد ما نكمل. غنضيف كذلك واحد شويه ديال الماء، غير شويه، من بعد ما نزلت ليا البصله فانا غادي نزولها. نفس المقلات غنوضع فيها واحد جوج معلقات كبار ديال الزبده، مع شوية ديال زيت الزيتون، معلقة ديال الدقيق الفورص، غادي نقوم بالتحريك حتى نحصل على الدقيق يتغير لي فقط شوية اللون ما يتحرقش. بهذا الشكل هذا والنار غادي نقص عليها صافي. غنزيد عليها 180 مليليتر ديال الماء يكون ساخن، كذلك نزيد واحد شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار،
وغادي نقوم بالتحريك بهذا الشكل هذا. بالنسبه للسمك فانا خرجته من الفرن بعد ما دازت 20 دقيقه، غادي نحاول نزوله من هنا. الاطراف يكونوا شويه كبار ما يكونوش صغارين بزاف بهذا الشكل هذا. هو مازال ساخن، كيف شفتوا معايا بالنسبه للكريمه فهي عقدت. فبالنسبه اعزائي المشاهدين المرق اللي بقى لي من السمك فانا ضفته، وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الدقيق باش هكا يعقد ليا مزيان. بالنسبه للناس اللي غادي يوجدوا يعني السمك هو الاول، فخذوا الماء في بلاصه الماء العادي اللي درت الماء الساخن، استعملوه هو فقط 180 مللتر. اذا ما كانش 180 مللتر فانتم ضيفوا عليه الماء الساخن وكملوا 180 مللتر وديروا فقط ملعقه كبيره ديال الدقيق. بالنسبه لي انا فانا وجدت الكريمه عاد درت عاد وجد لي الحوت، فلهذا درت هذه الطريقه. هذه غادي نستعمل هذا المضرب هذا اليدوي باش هكا ما يبقاوش ليا الحبيبات ديال الدقيق. صافي فهذه هي التكستور اللي بغيت نحصل عليها. غادي نضيف دابا هذا البصل مع الثوم، والنار دابا غادي نقص عليها كيف ما شفتوا معايا فهي عاقده. وكذلك غادي نضيف السمك او لا مانغوست. كذلك نزيد الكريمه ديال الطبخ. شو معايا فهي تاهي تزيد اللذه، وغادي نخليه حتى ينسجموا ليا جميع العناصر على نار متوسطه. فدابا الحشوه فهي وجدت، ما علينا الا نعمروا لانغوس ديالنا وندخلوه للفرن غير ياخذ ليا واحد اللون، ونخليكم مع الطريقه. بالنسبه لهاد الكركاس هذا فانا فرشت من تحت منه ورق المطبخ، فانا ورق الزبده باش هكا يسهل عليا باش نهزو. وغادي نقوم بالحشو ديالو بهذا الشكل هذا، اولا يمكن ليا نحطو نيشان في القالب ديال القالب اللي غادي يدخل للفرن. كيف ما شفتوا معايا بالنسبه للراس فانا قمت بالحل ديالو يعني عند البائع، غسلته مزيان، ودابا كذلك نقوم بالحشو ديالو. فبالنسبه للحشوه فانا استعملتها كامله هانتوما بهذا الشكل هذا. فدابا غادي ندير عليه واحد شويه ديال الجبن، اي جبن توفر عندكم، انا ندير جبن موتزاريلا، وندخلو للفرن فقط واحد غير يذوب هذاك الفخوماج وتخرجوه. فها هو واجد، ندخلو للفرن ونرجع لكم من بعد ما يطيب. شوفوا معايا اعزائي المشاهدين بالنسبه لانغوست فانا خرجته من الفرن، فدابا غادي ندوز ونحطو في طبق التقديم. وبالنسبه للمده فتقريبا 5 دقائق باش تحمر ليا.
كيف تتشوفوا معي اعزائي المشاهدين، هذه هي النتيجه النهائيه ديال لانغوس ديالنا من بعد ما خرجنا من الفرن. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، فهو تيجي رائع المذاق، لذيذ بزاف بالنسبه للحشوه، فخاصكم تجربوها ما غاديش تندموا عليها. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وبالنسبه اللي عجبكم الفيديو فما تنساوش انكم تشجعوني باللايك ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم اللي تعمل فائده. وبالنسبه للناس اللي اول مره تزوروا القناه ديالي ونالت الاعجاب ديالكم، فما عليكم الا تضغطوا على الزر موجود تحت الفيديو هذا اللي باللون الاحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. خليتكم على خير، بالصحه وراحه.